سنين هذه ما جا. عارف هذاك عبد الله واحد دمو خلوين ولكن راه قلبه زوين، قلبه بيض، راه كل شيء طالع من راس خداج. هاك هاك على رقيه تحلوا لها العينين. هذيك راه 50 عام وهي في الغربه وراجلها كيتخلص من هذاك الحرام ديال اللور. سالك انت تروح كونت زعما بغات تقول لينا هي جايه من هولندا، زعما حنا ماشي في هولندا. راني راجلك زعما. واش نسيتي؟ راه طلقتك. خلاص السي عبد الله، العروبيه كاملين عزيز عليهم الفورمه والطوله والتجريده. الا انا راه راجلك طايرين به غير الحميمات، وملي كنشوفك معاه تنقول امه ماشي مرتو. تقمت عليك بالله. انت دروك جيتي من فرنسا والموبل ديالك غنوض قبل شغل. دابا ولا الموبل ديالي صافي لونتو انت اللي مكلب به. دليل ديال هادشي هو هاد المحل هذا رجعتيه انت كراج، علمتيني؟ امي اخا دوز دروك راه ولات مدينيه. يا وليدي ما ينسى اصل عقلي الاصل. دابا نبداو الخدمه، ما كاين غير تاكا مارش. ويلا هو هالفطور واجد. انا تخيلي واش غادي تخرجي دابا من الحمام ولا ما غاديش تخرجي؟ شنو دابا كنسى كديري شنو؟ واش انت غير بوحدك في الدار؟ غيتا غيتا. نعم غيتا. نعم غير قولي ليا تخيلي هذيك تجلس ساعتين في الحمام زعما شنو كدير؟ شنو كدير؟ ها بغات تبدل الجلده ولا شنو؟ راك عارفه حبيبه صبر عليها، هاد اليوم راه ماشي حتى لتما. صبر صبر حتى لي غادي، حتى لي غادي نبقاو هكذا. ها شحال هادي وحنا مزوجين عايشين بخير، حتى تسلطات علينا هاد خيتي هادي ما عرفتهاش منين جات. سمعي خصك تهضري معها، هاد خيتي خصها تمشي فحالها، خصها ترحل، صافي بركة. عاوتاني غنبداو في هاد الهضرة؟ راه الصباح هذا، وفطر فطر الله يعطيك الستر. وانتي دابا شوفي حبيبتي، حتى انا راني كنتشاها نجلس غير انا وياك هكا في الطبلة بوحدنا ونديرو شي عشيوة فرحانين وضاحكين. حتى انا والله ما كرهت. هضري معها، تكلمي معها، قولي لي هادشي، شرحي ليها، راه ما فيها حتى شي عيب، شنو فيها؟ شنو فيها لا شرحتي ليها؟ صباح الخير ميمي. غيتا ما نعاودش نهضر في هذا الموضوع، صافي كلمة واحدة الله يهنيك. أجي تفطر ميجو. صافي ريتا هاد خينا اش بغا عندي؟ لا والو غير وراكي عارفة النهار اللي قبلت باش جيت تسكني معايا كانت بنتي يلاه مشات تقرا في الدار البيضاء. ولكن دابا رانا تزوجت. واخا إيوا أنت كتكوني بغيت تجري عليا ريتا. لا 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 بغيتك غير تمشي واحد النهار ولا يومين وتخليني بوحدي أنا والسي ميجو. نهار ولا يومين وانا فيه غنمشي. شوفي انا راه ما نقدرش نبقى بوحدي، خويا عيسى مشى لهولندا وخلاني بوحدي، ولا رقيه كرات الدار ديالي لسفيان وهذيك خيتي سعاد، راه ما يمكنش. بغيتيني انا نتكرفص؟ لا نتكرفص انا. تبدلت الحوال اليوم نهز الحمل عليك، مر عليا ومر عليك عليا هالصايل ونزفر عقيل الراجل غادي يطير. انتي تبغي زين وحنين لقيتي تقديم شرا وانتي بقيت شمالكي وزعما 6 شهور هادي بس كنتي معانا مازال كاع ما ولفتي. لا 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 رقيه حشومة كاع تقولي هاد الهضره، قسما بالله الا ولفتكم غزالين وجورتكم حلوه وقسما بالله الجوره ديال الحلال. واخاش نقول لك الدار شويه صغيره وكتقنطني وما كاين لا فين الدور لا فين تحركي لا فين تنفسي، وحتى سيدي كراها غاليه ويلي قيمتها راه ماشي قيمتها كيف فلوسي كيخلص مسكين سيدي سفيان. انا ما ولفت شكرا ولفت التواسع والله والله مازال تجيبك الظروف عندنا الفيرما ديال با والله الا بقات جري 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 وما تحدياش تسخفي وما تحدياش. حاجه وحده اللي درتيها مزيانه في هاد العماره هادي هو هاد الصالون هذا، سهلت علينا بعض الماموريه ما بقيناش كنتكرفصوا في الصالونات ديال الزنقه، ومن هنيت فلوسهم نعاونوك بيهم راهم زايدين فك في سبيل الله. مصيبه مصيبه مصيبه. اويلي شنو شي كسيده ولا كثر؟ اويلي صدعيك ما جيت تسونامي كثر
اشنو ماتوا الناس بزاف قفرتها حصلوك حويلي قلت لي يا شيب الله يا بنتي طيح طيري الماء في الركاب اللي شافك دخلها دخلي يقول خرج فيك كاميو على مالكم اختي سهلت الشيبة شوفي انا غتصبغي لي دابا دابا غيت الله يهديك الله يهديك انا راه ما بان ليا والو ايوا ديري النظره رقيه الا ما شفتيهاش ديري النظره غيت الله يهديك سيري بدلي الساعه باخرى خاصك ترجع دابا 15 يوم 15 غادي طيحي لي اليد مع الرجل انا سيدي مجي دايره له عشيوه ودايره جلسه رومانسيه بغيت يشوف هاد الشيبه وطير له الشهيه بلاتي اختي نشوف هاد الشيبه هادي اللي منوضه لينا العجاجه راه لي داك الراس شوفي شوفي هادي شنو هاويلي يا لاله رقيتي مالك عميتي انت شوفي الشيبه قداش راه تبان من الطياره لعدك اختي فكري في راسك وما ترخيش في الشيب قسما بالله ورقيتي فيها تدير لك في راسك غزاوه تولي ضحكه لاليات لا عندك اختي غير ما تصنتش على هاد شعاله العوافي سيدي مجيد كيبغي كيف ما انتيا وراك غزاله تبارك الله عليك حتى حاجه ما فيك ولي لاله رقيه حشومه عليك حشومه عليك تغرري بالدريه تقولي لها هاد الهضره انت تسمعي وحده من بناتك اناري لعدك ما تثيقيش شي رجاله كلهم كيتشابهوا كلهم غمسبين والله وبانت فيك عن فايطه صغيره ما تيبان لك بالدل الطانه اختي غيطا نوضي نوضي اختي غيطا ما تصنتيش لهادي بدلي الساعه باخرى نوضي راكي غزاله وفنه تبارك الله عليك ياك رقيه كتجري عليا واه زيد السي شعيب مرحبا اخبار الخير السي شعيب السي عبد الله باغي نهضر معك واحد الموضوع خطير قول شوف دابا انا عندي مشكل ديال الفلوس وخاصني نخلص واحد الضريبه والفلوس بزاف ماشي شويه دابا جمعوا لي 5 سنين ديال الضريبه نسيتي ما كنتيش كتخلص وخلقتي لي هذا المشكل دابا انا دابا خصني نخلص الضريبه ديال الدار والمعال وكل شيء دابا قلت انا عبد الله مو عندها البقرات عندها اسمه ومدام ديالو هي خدامه في الفيديو كوميرس مع الشينواني سغابور تاع ما كيدخل الفلوس بزاف وانت والله ما عنديش فرانك هذيك اللي دول الله امي ما عندهاش فين ندفن حنا شواقف ما عندها وهذيك السرعه اللي كتشوف راه كريدي ديال الشينوا مع خدوي علاش الشينوا حتى هما كيديروا الكريدي كيديروا الكريدي الور سير لعندهم عبد الله سير لعندهم يعطوك الكريدي جيب لي شوف تيغامبي غير جوج غير جوج ديال لي شيك واسي مش عيب الله يديك واش الشينوا ولاد خالتي غنمشي غنقول لهم عطوني كريدي مدوا لي ولا كيقولكين انا دابا عندي مشكل عبد الله انت غادي تمشي عندهم انت غتقول لهم انا راجل اسمو غادي يعطوك الفلوس جيب لي انا شوف دو شيك دو شيك لو غيست نخلوه لمن بعد من بعد واش باغي تدفع الشيكات ايه هي باغي تصيفطني للحبس عبد الله قادين الهضره قادين الهضره كيفاش عملك مستعاد هاي عشربته ايوا قول لي بعدا فكرتيني شحال صورتي في هذا الشهر في الكراج تدوير ولا بلا تدوير بلا تدوير ايوا عرفتي يا سيدي انا إيه؟ راني صورت 5000 درهم بالتدوير ولا بلا تدوير لا تدوير 5000 درهم بلا تدوير لا تدوير مش داك انت تصيفطي عندنا ولا لا صيفط بلا لقاش يا سبب المشاكل تما بقاوش الكليانات هنا من غيرك هذاك الشيء على صيفطها لفرنسا شتي هذيك عبله راه مكلخه الله وحق الله واخا تصيفطيها للجابوني ما تفهمش حاجه دير في حد شي فيزيبل ما ماشي هو هذاك ما كيكابطيش في مخها وراني عارفه ما غادي تعلم والو انا صيفطها غير باش يبردوا ليا ودنيه او ثلاث شهور انت ما كتقرا الدمياطي انا راه صيفطها تقرا واحد لا فورماسيون طويله بالعاني ايوا طلقي مني جيتي جيت خالتي انت وحشتيني باينه عسلامه خويتي الله يسلمك ما جيت تبعتي خالتي جبت واحد السربريز ادخل هذاك باربا بابا الله يا امي انت كملات وجه هيا جات وجابت يا خالتي درتي صالون كوافير كويس درتي محلابه احسن لك شوف خالتي شوف عندو خرطوم ديال الفيل ماشي قلوبه تنقدرش تطول فيه الشوفه شكون السلام عليكم انا 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 عسي سفيان انا كبير يا جاري العزيز بخير لاباس عليك سيدي تبارك الله عليك والله الا تبارك الله سيدي عندكم الذوق حتى ولا لا سعاد هل البرد ما رجعتوها بحال شي قهيوه صغير حتى انا كنبغي نسكن كيوكب الواقفيه وداك الشيء ولكن خدوش ما عندهاش الذوق ديال هادشي زاد عليه على السدادر وداك الشيء كيدير شويه بخير لاباس الحمد لله لاباس الحمد لله هذيك ميمي كان هنا في البرد ما كانت حاجاك بحال لا خليني ساكت وصافي ما عندهاش الذوق تشرب شي حاجه لا 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 شوف والله ما عندي منين ندوز لي انا مخنوق حتى لهنا والله القسم
كي داير السي سفيان مع شي بانكه ومع شي خدمه وكاين فلوس كاين ها سي عبد الله سولتي على البنكه جوج حوايج يا بغيتي كريدي يا بغيتي تفتح شي كونت مع انت وديك خدوج راه سمعتيش فيه الفلوس هاد الايامات ها قالوا لي الشينوا ما الشينوا راه خلا كتعاود لي سؤال سي سفيان اسمح لي بغيت نقول لك رانا بغيت نعدكم شي كريدي ورانا جمعت لك الوراق هنايا الورقه ديال الماء والورقه ديال الضوء والتواصل وكل من جاي ورقه عندي لقيتها في المحار انا درتها هنايا شوف لي الدوسي ورد عليا باش ما كان جمع لي الدواسي حساب لك انا بغيت نصيب شهاده السكنه ولا شنو هو صاحبي سمعتو بونكي صافي قلتي هذاك راه البنكه ديالو في ديال بي ولا ما عرفتش شنو هو داك الشيء شوف الخدمه انا تمالا تابعاني حتى هنا حسب الناس كيتجمع في الفلوس وانا مخنوق حتى هنا بارك نحسب لعباد الله فلوسهم كندخل زوج شويه الفلوس حتى تابعاني باغي كريدي واش البنكه ديال بوانا سي سفيان اسمح لي الا جيتك في هذا الوقت رانا عارفك معذب ومحن ومشغول وعاد لك كثره الحسابات داك الشيء ولكن عشو كيدير انا بزاوك في الله راه واش عايب خناقني حتى لهنا والله الا ولا داير عليا باترون ما كيعرفش يركب حتى بغولون ولا كيدير عليا انا باترون انا اللي معلم هو كيدير باترون بغيت تسد ليه فمه بغيت هذيك خدوج نسد ليها فمه راه دصرت عليا ملي ولات خدامه مع شينوي ولات كتدخل كثر مني انا وليت كندخل للدار بالمعاني ونخرج بالمعاني سي عبد الله خصك تكون راجل في حالي انا راجل في دارك صاحبي الراجل راجل واخا بالخدمه واخا جمهور ويا سي سفيان الراجل راجل واخا ما يكون يكسب حتى فرانك راه كيبقى راجل وحنا راه عارفين الراجل شكون راه الراجل والراجل الشماته راه حنا عارفين كلشي تراك راجل باش شفت الرجله ديالك كتفكرني في واحد جدي الله يرحمه مسكين الله يرحمه الله يرحم والديك السي سفيان لما شو كدير رانا مخنوق والله العادي لا ما عندي ما ندير في هذا الشيء بغيتي نتكلم لك مع المراه ولا شي حاجه سير غوت على مراتك بالله العين الحمراء سير سيدي خاسم على مراتك واش ما كتسمعش انت بالمش اي حتى النهار الاول غيزتي المش والعين الحمراء تا هي راه احسن من الزرقاء وسي سفيان هادشي كامل اللي نطولوا نقصروا انا راه مراه عيله وجه الجوره والخوه وداكشي اللي بيناتنا ما بغيتش نقول لالا سعاد ما بغيتش نقول لها بلي راك فايت دوزتي شهر العسل هنا في هاد العباره يلا وجت لك المسمن والعصير وراه خدوش تاجا هي اللي جات واقفه عليك وبلا ما راه كاع فات كان واش عيب تاجا باغي يدخل لا لا يا وانا ساتر كل شيء ولكن انا راه قال لي وحل فقيه لا عارف شي حاجه على شي حاجه وما قلتهاش حتى قدام الله تعلق مش فار عينيك في جهه اللي عليا انا غنقول لا لا سعاد وغادي نحيد عليا التقليد هادشي اللي كاين تقدر دابا تكون فم الباب لا لا سعاد ما كايناش قلتي لي كنت التوكسين متقل عليك ها بوا سيدي ضروري غادي يكونوا شي وراق محتاج لهم حنا في البنك غادي نطلبوا منك تجيبهم ما كاينش مشكل ما كاين حتى مشكل كاع الورقه اللي خاصك نجيبوها لك صافي حسب الكريدي في جيبك سيتي صافي شتي هاي هذيك الزازه ديال سعاد علمت البشريه كلها بلي رجعتي من فرنسا داكشي باش حتى وحده ما بقات باقي تجي هادشي بعدا كاع ما سولتك انتيا علاش ردوك ياك ماريفولي علاش تقولي بحال هكا خالتي علاش تاريفولي مانيش نيت انا قاتل شي واحد ما كاين والو خالتي انا كنت في السونتر صحه سلامه ما كاين حتى شي مشكل بغيت غير ندير امارش لواحد لا ماشين ما عرفت كيفاش وقع كيتسير وي ولكن مسكين هذاك المدير الله يعمر هذا مسكين الله يعمر هذا الراجل مزيان قال لي ابلا تيني خف با ابلا ني بلوغ با فاتون شي توا هادي ها لارجون وقال لي حتى داك الفورميشن ديالي قال لي فوالا لارجون فاتون شي توا ايوا والله عمرها دار معاك ولكن انا راه ما دار فيها ما يصلح معايا علاش خالتي علاش كتخسري الهضره مانيش نادرت انايا والله الا راه غير عوينه ضرباتني وصافي الحمد لله اللي لقيت ولد خالتي بعدا تلاقيتو هو اللي جابني مع المغرب عرفتي خالتي شنو كيدير غير قلت مشكلة مبدرة وانا نجيبها معايا المغرب انا وقت ما نلقى شي ولد بلاد التلف تما مجري كنجيبو لدار مسكين بزاف عليك قالك التلف مجدية بزاف عليك انت هو اللي التلف وانت اللي مجلي لا عندك اخالتي من طنجة باش يجيبنا ديريكت الجديدة قلت كيدير بينا دورة حول العالم في ثلاث ايام وسيري سيري راه البلاك ما كتبش مزيانين لا عندك اخالتي دابا ما تسول البلاكة ديال واحد المدينة انت كتدخل ديك المدينة تتقسميه اخرى ماشي ديك القضيه البلاطه سير الحوال سير افشي عليك دابا توحل لك داعي صرات صرات خالتي ما لقاش عندك شي حاجه مالحه بغيت ناكل شويه نكري السعرة نكري السعرة نوض نوض الثلاجه راه فيها واحد الجيكو كالي ولا يكاليك نوض نوض تقعد جيكو يا ديال ميكا انا غزاله عبلة اش نقول لك شي هذا الشيء لالي الله يعمرها دار واخا شتي هكا عقل بو كبير وولد الناس الله
الله يهديك خالتي، اش من قلبو كبير هذا عنده شي قلب، هذا راه كله معده، بقى له شويه في كرشو قداش، عنده اكثر من 9 شهور هذا، عنده الراقد تما ولا ما عرفتش شنو. يا الحمقه راه مزيان الراجل لوكال، علاقاش الراجل لوكال كيجي لدارو ديريكت، حيت كيعرف مرتو موش داري الشيوات. انا خالتي غير بالصحه، لا كان غير هاد النفيل غير خليه لي فهمتيا. براسك انا بغيت لك غير الخير، انا بغيتك غير ديري دارك ووليداتك وما تبقايش خدامه معايا هنايا. بغيتك غير تبعدي عليا. واش خالتي انا تشكيت عليك؟ واش انا قلت لك شي حاجه؟ انا بخير، انا عاجبني الخدمه معاك هنايا، وزيد لك ليا الحمد لله كاع فرحانين، كلشي مزيان، كيجيو ناشطين، كندير لهم التواشه، كلشي مزيان، ما عنديش مشكل. انا خالتي هذا تجي لي نيفر نيفر خالتي، ما نقدرش عليه. شو كي داير؟ يوقف حدايا غيطلق عليا الشمس، انا بقات لي ما في الظل حياتي كلها. وزيدون ما فيش مواصفات ديال فتاة احلامي، والو ما فيش جرام المواصفات. انا فتاة احلامي اول نخص يكون ضعيف، ماشي مسلوت، يكون منحوت وزن الدبابة، وما يكونش كيتعشى ليا بالشعريه بالحليب في الليل، ونهار نمشيو لشي زهره يلبس ليا قميجه بيضاء محده مزيان، ولكن ما يلبسش تقاشر متقوبين. نيفر اخرتي. خالتي ما لقيتش والو في الثلاجه، لقيت كاع الزيبو. تلفتي ثاني؟ اجي وريني فين كاين. اجي اجي وغادي تجيب اجي هنا. وانا رصتها حبيبي يا ليلي ليلي. اسامه العبيد يا العبيد، شحال قلبت عليك؟ هلا ما تحب في الخاطر. شوف انا مزاوك والله، راه عندي واحد الطموي باغي نحل ليها المدور، وباغي نصاوب لها شي كاردات داك الشيء، وبخاصها تكون موجودة في العشية. واخا صافي الله يعاون. لا راني درك مع شي الله يعاون، راه بغيتك حتى انا حيت درك مشطول، غادي نمشي لافيراي ندبر على شي بياس ونجي، خاصني نلقى على الاقل تكون حل ديال الموضوع. واخا سيدي انا غنصوب لك الطوموبيل، راه اسامة هذا وجرك على الله، وما كاين غير الطقامش. ولكن انت بشرط. اش راه قلت شرط؟ غادي تشطب لي باب العمارة وغادي تشف لي الدروج وغتجري على مشى السطح. انت واش باغي تقاسمني؟ اسامة بغيتيني نعضك ولا بغيتيني؟ واش بغيتي تجري على سي بوشعيب؟ الله يرحم باك، خليني نمشي لخدمتي. اسامة تعال رانا واحد في الطوموبيل. انا راه كونسيرج، انا راه كونسيرج، عطيني اتجاه على الكونسيرج. يا رب تنقول لما خالتي تلقى الجوع ما كتيقوش بيا. هذا والله بعد اللي جا عندك كيلقى الخير. والله يرضى عليك وليدي، مالك شكون بحالك راه واكل بحيره تاع ديال الدلاح. انا بعدا راه ما بقى عندي وتقول فرتيتات الماكله. بصح خالتي ما بقى عندك ما يتكا والو كاع. شوف انا قلت لك راه نضغط النعمه ما بقات عندي، نوض نتصير طلع عند واحد جارتي سعاده هي في الدوزاميطاج، قول لها قالت لك الله رقيه عطيها المغرفه، راه تقدر تلقاها تطيب، طيبها من برا بنين. طيب زين واش عندك؟ بلا ما تحيد هذيك غادي تنفعك نوض. ايه فين ساكنه الشوميشه؟ ها هي في الدوزاميطاج، عندك ثاني تمشي تلف هكا ولا هكا تزلق في شي سطح ولا في شي عماره كنعرفك. قلتي فين الدوزاميطاج؟ لا هادو غير على ود الطريق. واخا وليدي سير. ياك الدوزيام. الدوزيام وليدي سير. خالتي ما يمكنش اخالتي. ناري. زيدي هزي انت هذا اللي مشي يغلط فيه حتى هو ياكل الزيت. ناري اخالتي كيلي لا كوغمونديز هاد الولد. ناري. تبصر راه مزوق غادي يسحب ليه غريبه تي طبصير. خالتي هذا شوفي لا خليتيه معنا شي نهار ياكل فينا شي وحده. انا قلتها لك. ويلي الزريبه هذه ويلي. يلا رقيه. لا لا غيطة انا رجعت عندك. هو ما غاديش تصيفطيني عاوتاني بحال قبيله. دابا انت يا مساليه ما عندك حتى حاجه. سيدي مرحبا حشاك الشيء وبغيتك بونجور. عبلة رجعتي على سلامتك. الله يسلمك. جيت بالاناقه ولا لا باقا؟ هي العفريته تبدلتي مزيان. قلت يا خالتي بغيتي تصبغي شعرك؟
عفريت انت يا الانتيكا وبحمال. ما هلا لا معليش نقدر مازال نزيد نصبر واحد الشهر كاع ولا شهرين ماشي مشكل. ولا قايله لغيطه راه خصك تصبغي ما تبغي تجلسي حتى تولي بحال شي ام جده. شوف اختي غيطه جبت واحد الصباغه من لا فرانس واعره شريتها من حدا الشونزاليزي. شوفي يلا هي معايا راه فيها واحد لا تانتيغ بليس لي سوا شعرك غيولي مسبسب حرير ديال الدوده تلقز. غير نقدر ولات معلمه تبارك الله. شوفي ما تصبغيش ليا شعري كله غتغطي ليا غير داك الشيء باللي كاين وديري لي كاع شي مشطه صافي لي زيماش. كنت كنشوف الراجل والله لالا سعاد لا كنحسدكم على التفاهم اللي بيناتكم ديما ضاحكين ديما مبسمين ديما فرحانين. كي داير السي عبد الله لاباس عليك؟ الحمد لله. سيدي خدوج لاباس؟ لا تاكا لاباس. السي سفيان اش درتي الجام دراه هذاك البلايص اللي عطيتك ديال داز السنيه ولا لا؟ لا راه مشيت لزالي انا والمدير درنا اجتماع داكشي ما ماشي هو هذاك. انت كيفاش انت هاد السنين هادي وعندك الخلصه ضعيفه شويه كيفاش داير ما مديكلاري ما والو؟ ايوا سي سفيان هو راه عرجار على جارو كما يقولوا عاوني المره كيعاونتك انا ديك المره الاخرى. كيفاش عاونتيني ديك المره؟ راه هذاك سي عبد الله جيتي تو فريد. لا سي عبد الله صافي هضرنا حنا انا وياك قلت لك الكونترا اليوم غادي تسناها في الدراج. كلمه وحده ديال الرجاله الله يهديك صافي قدام لالا سعاده هي كتسمع. يلا يلا شاهد عليها يلا سعاده. ربي ما سلم على اختي خدوج. كنشكرك لالا سعاده على الخير اللي درتي. مرحبا. سلام يا سي سفيان. لا لا سعاده انت الدار الناس كيسمعوا داك الشيء انت الدار انت خاصني نيت ما نيت خلي تسمع ما خلي تحمل داك الشيء. ياك شتي خيتك انت كتشوف فيها اللي قال لك بلي ما كنتش كنحبك انت اللي كتشوف فيها غلا بالحما ما كنت كنشوف فيها انا كنت كنشوف الراجل من مول راجل مول. لا قلتي مقابل الصايه هي غتطلب مني على الصايه وانت مقابلها كطالقه على حتى انا غنولي بالصايه. لا 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 غنولي حتى انا انت تشوف وانا نشوف مالك تاع زعما تاعك انت حطرو خاصني عليا مرمدينا اختار من مرمدي. يلا زيد قدامي 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 الباب زيد قدامي زيد مرحبا. الله يبارك. والله قدامي صدقتي معايا راجل قدامي 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 يضرك والله. لا 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 اختي سنا واش نقطع عليا بلي واحد الشيء كاين باس اش مشاركين بيناتكم؟ عندي لك واحد الخبار كتفرح. جلالي انت هنا؟ لا بزاف بالصحة والراحة سلم على داك الجيل. يعطيك الصحة. يلا سمعنا اخبار الخير ما هي شنو هي هاد الخبار؟ انت والو راه سفيان دبر هذاك الشيء تاع الكريدي اللي كنت طالب ليه صافي وافقوا داك الشيء وعطوني الكريدي ان شاء الله عن سني نسلم الكراج يولي ديالي ان شاء الله ونبقايش قعدتي مع الدباب هاد الكراط الواشي ديال الكراج على ما عندك ما ديري. الله يجازيك بخير السي سفيان هذا هو المضمون فيك ورا حنا جيران ماشي برانيين. بارك الله فيك راه اختي اجي معايا السي عبد الله باش تسمي لي هاد الوريقات. سير يا بسم الله. السلام عليكم. بسم الله. انت سي عبد الله انا جبت الاوراق انا مكتومين بالفرنسي انا ترجمه بالعربيه الا بغيتي تفهم شي حاجه. وهنا ان شاء الله فين غادي تسني ليا؟ ماش ماش هذا غادي كونترا غادي تسنى سي عبد الله. انت حيدي ديك مرتي الكونترا شحمه غندير ولاد بلا تاع فهمت ما تبقاش تحس معاك انا الله يجازيك بخير. هاد الباراغراف هادي ضروري مهم تعرفها سي عبد الله. انا كنقولوا بان انت ما خلصتيش الكريدي غادي تخلصوا لك الا خدتوش حتى نكونوا فاهمين هاد القضيه. لا واه عبوش انا ما عندي السنتيم من درك هذا هو العوين. يلا بدينا باقي بدينا عندي السنتيم باقي ما درنا في الطنجره ما يتعرف اشنو فيها الكريدي راه في صح اغمض عينك كلها هي سنه صافي والكريدي سالم. يا خاتي يا خدوج راه عنده الحق 20 عام راه هي كدوز. يا 20 عام واش عرفتي انت 20 عام مالك فايت مسلفتها من البنكه؟ والله مزت شي حاجه مع الدراري كوجي مكتوب هنايا هاهي قولش هاهي هاهي ها كوميتين يكونسيري لو كونفيرس يل ساجي دو مارشي جلوبال دون ليت كلاسيك دير 240 جور و 20 طون بريزون فيرم هاهي هياش هياش هي 20 عام مسدوده. ودني منك ما تسيني حتى ورقه انا راني ما قادر نهز عليك قفه ونتبعك للعادر. اش من عادر الله يسر هادشي راه معروف متعارف عليه باينه سي عبد الله كاع الناس اللي كياخذوا كريدي هادشي راه معروف هادشي وهذا هو القانون ما عندي ما ندير. هذا ما كيقولوش لي على سيدي القانون هذا كيقولوا لي الحبس بعيني. هو صافي الا كان الحبس ما كتبش لك سي عبد الله ما انت بغيتك تولي باترون بغيتك تشجع شويه بغيتك دير تكون راجل في دارك ما قدرتيش صافي ما عندي. ايوا
والله العظيم الواحد عايدير في دوين دزتي في وجهها الخليقه هذه. الله يرضي عليك. لكني تعدي معاك واحد جوج كلمات بغي نخرج انا وياك للزنقه باقي نتسار انا وياك. عدي معاك جوج كلمات ما غنفوتلش معاك. حقرتيني يا وليدي سفيان. جاي درتيني قشيم زعما ما قاريش قلتي غادي نصمع ل 20 عام نولي غادي مقدم. قلتي هاد السيد ما في راسه ما يعاود غادي يلحق يشري. وجاب الله الخليقه اول ما جعل. الوغ ايوا هكا نبغيك جيت كنحبك. ميرسي ميرسي عبله. صحه شريفه واش داكشي دايره فوق راسك انت؟ هذا هذا الريزو هذا عرفتي شنو في فرنسا دايرين به خبله سي بيغ ام اليستار هما اللي تيديرو صوبوا لك لا 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 هكا مزيان انا سيدي مجيد كيبغي لا سامبليسيتي. شتي عبله راه ديما كتحمر لي وجهي كتعرف تخدم الباله راه غير الا بغات تقصت تفلا رقيه قيدي عندك حتى من بعد ثاني وما عليش ما بيناتناش انا مشيت سلام هاد الساعه تشاو الله يلا خالتي عندك الحق الانسان خصو يتزير شي ملي كتزيريني انايا عاد كنخدم عرفتي اللي قلتي لي حس الجواج والجلالي ما عرفتش خالتي ما عرفتش كيفاش شدتني الخلعه من السبع الكبير ديال دي هاد الرجل هاد وبقى حتى لديك شي فيبريشن 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 ما عرفتش كيفاش درت هذاك الشيء وا كنبغيك راه بغيت الكليانات يبقاو ديما تيخرجوا فرحانين بحال كي خرجت غيتا دابا ناري ها هو صافي ذكر هذاك وجدادك شتكون فرحانين كليتي ولا شنو شتي خالتي شتي اقول لي نتايا واش مركز الاهتمامات ديالك كله هو الصريف هو القص ما كتبغيش تسمع الموسيقى تمارس رياضه الملاكمه ما بقيتي ما دير كاع سير شفط شحومك اخويا ورلا غزاله اجي انت بعدا كنتي انت غادي للرباط لا سي سيريان سي بور دو جور لا سي سيريان شي يومين خالتي غادي نمشي يومين للرباط وغادي نرجع ما سخيتش في الثلاجه ما سخيتش بيكم نحنا سخينا فيك مون كوسان غير سير باش نتوحشوك شويه خالتي حشمت نقولها لك ولكن غادي نقولها لك قول باش ما تخطبينيش لهاد الغزاله ديال عبله عبله ايوا ستي انت كطلبي غير فتح احلام واحد جاب لك الله في ديال الاحلام كشغلتي مالك كشغلتي اويلي شوف انا لا نتزوج بهاد المجموعه ديال الرجال هنا اليوم الظهر والطبق السفلي تاع السماك قصبي اخر اسيستونت هي ديال كيسه بالعجاني شمعين نقول لك انا في المغرب ماشي في فرنسا اللهم قفى الصدر ديالو ولا قفى الزوجية نجيبكي انا كيف احسن يومين بس 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 بس